السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي ندير معكم الحصة 8 من الوحدة 5 اللي خاصة بحركة الأجسام، الحصة بعنوان النواس البسيط لو بوندول سامبل، دائما في إطار كتاب المتعلم والمتعلمة من هالنشاط العلمي بالنسبة للمستوى الخامس. كنرحب بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، ادعوه للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلوه جميع الفيديوهات اللي نقدم. هذا الفيديو لكم، مرحبا بكم. اذا كما قلت لكم غادي نديروا الحصه 8 من الوحده 5 النواس البسيط. الهدف من هذا الدرس هو تعرف حركه النواس البسيط، كونيتر لو موفمون دو بوندول سامبل، وتحديد العوامل المؤثره على مده تارجح هذا النواس، ديتيرميني لي فاكتور كي انفلونس لا دوري دي اوسكيلاسيون. سي بيان، غادي نتعرفوا شنو هو هذا النواس البسيط، شنو هما العوامل المؤثره في التارجح ديالو الى غير ذلك، مفهوم؟ اذا كما دائما كنبداو بالصوره ديال الانطلاق وكذلك بهذا الوضع اللي كاينه في هذا الاولاحي. الصوره ديال الانطلاق هنا ساعه حائطيه، ساعه حائطيه كنعرفوا بان فيها نواس، علاش؟ لان الساعه الحائطيه فيها هذه هي اللي كتبقى كتمشي طن 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 طن. اذا هذه هي الساعه الحائطيه. نشوفوا الان هاد الملاحظه اللي كاينه هنايا، جلست ثريا امام الساعه الحائطيه. اذا ثريا جلست قدام هاد الساعه الحائطيه، فلاحظت بان الرقاص ينجز حركه ذهاب واياب بكيفيه منتظمه. الرقاص هو هذا، يعني كانه يرقص، يعني كيمشي وكيجي، كيمشي وكيجي، يعني كيدير حركة منتظمة. فدفعتها هذه الملاحظة لطرح العديد من الأسئلة، وبقات كتشوف وكتخمم وكتقول مع بالها مجموعة من الأسئلة كيطرحوا عليها. داكوغ، في نظرك، في نظركم كاملين، شنو هو السؤال التقصي اللي غادي يجي لي مع هذه الوضعية وكذلك مع هذه الساعة الحائطية اللي كاينة في الصورة؟ إذا نكتبوا سؤال تقصي. إذا غنقترح أنا سؤال تقصي، سؤال التقصي ثم ندير الفرضيات. سؤال تقصي، ندير العوامل، ما العوامل المؤثرة، مؤثرة على ماذا؟ مؤثرة في مدة تحرجح النواس البسيط. شنو هما العوامل اللي كيأثروا على داك التأرجح ديال داك النواس؟ دونك النواس بحال هكا كيمشي وكيجي، شنو هما العوامل اللي كتأثر عليه باش كيمشي وكيجي؟ بالنسبة للفرضيات، أفترض أن الكتلة، أو نعم الكتلة، أفترض أن الكتلة تؤثر على حركة النواس البسيط. وهنا الفرضية الثانية، يمكن لطول الخط الحامل أن يؤثر على حركة النواس. داكوغ، على حركة النواس، صافي. دونك هادو هما الفرضيات اللي افترضت انايا وكنقول بانهم اللي صحيحين. غادي نتاكد من الصحه ديالهم دراسه انشطه اتحقق الموجوده في لاباج 66 من كتاب النشاط العلمي. مزيان، اتحقق، انتبهوا معي، اتحقق، جو فيريفي. يتكون النواس البسيط من كريه صلبه كتلتها ام، اذا كريه صلبه هي هذه، كتلتها ام مشدوده باحد طرفي خيط طوله ال، بينما الطرف الاخر للخيط مثبت الى حامل. دابا هذا النواس كيتكون من ماذا؟ من واحد الكتله صلبه هي هذه اللي الكتله ديالها ام، ياك، واحد الخيط اللي هو هذا الطول ديالو ال، صافي، بينما الطرف الاخر للخيط مثبت الى الحامل. دونك الطرف الاخر للخيط مثبت على واحد الحامل، هذا حامل. مزيان، ازيح الكريه عن موضع سكونها واحررها. دونك كنجر داك الكريه وكنطلقها وكنشوف هي هذه العمليه هذه. اذا الاحظ واجيب عن الاسئله التالية. السؤال الاول، ما وضع النواس عندما يكون ساكنا؟ اذا شنو هو الوضع ديال النواس عندما يكون ساكن؟ منين كيكون ساكن شنو هو الوضع ديالو؟ الوضع ديالو كيكون عمودي. ها هو كيكون عمودي على ماذا؟ يكون بوضع، دونك عمودي على ماذا؟ عمودي على سطح الارض، على سطح الارض، ولا كنقولوا عليه رأسي، صافي، يعني هود على الأرض، يعني ديريكتومون على الأرض، صافي، عمودي على سطح الأرض. ما حركة الكرية بعد تحريرها؟ الحركة ديال الكرية بعد تحريرها، إذا هي حركة تذبذبية منتظمة، حركة تذبذبية منتظمة، صافي، دونك يعني حركة ذهاب وإياب. صافي، حركة الذهاب وإياب، تذبذبية. مزيان، نشوفوا ثانيا. إذا هنايا كنا كندرسوا هذه الوثيقة هذه،
نواس ساكن وفي حركة. ثانيا المناولة واحد، أحضر نواسين لهما طول نفسه ويختلفان في كتلتي الجسمين المعلقين. إذن دابا شنو جبنا؟ جبنا جوج ديال النواسات عندهم نفس هذا الخيط هذا قد قد، ولكن هذه الكتلة اللي هنايا هاد ام، عندنا ام واحد ممكن تكون عندنا 20 غرام، وام جوج ممكن تكون عندنا 40 غرام. إذا الكتل مختلفة. أزيح الجسمين بالزاوية نفسها وأحررها في آن واحد، يعني كنجر داك الكتل كنجرهم في آن واحد وكنطلق. وكنلاحظ شنو في نظركم غادي نلاحظ؟ غادي نلاحظ بأن هاد النواسين يتوقفان في نفس الوقت، داكوغ؟ إذا يتوقفان يعني في نفس النواسين، عندما كنقصد نواسين في نفس الوقت يعني النواسين لهما نفس طول الخيط، الخيط ويختلفان في كيختلفوا في كتلة أو في الكتلة. كنتكلموا على مدة التأرجح، صافي مدة التأرجح، صافي مزيان. دوزو المناولة رقم 2، أحتفظ بالكتلة نفسها للجسمين المعلقين وأغير طول الخيطين L و L على 4. مزيان. دابا هنا في هذه الحالة شنو كنديرو؟ الكتلة نفسها يعني M كتساوي مثلا 20 غرام، حتى هنا M كتساوي 20 غرام. دابا الطول، الطول ديال الخيط هذا هنايا مثلا داروا ال كتساوي مثلا واحد جوج سنتيمتر، ولكن هنا داروا واحد ال كتساوي مثلا 8 سنتيمتر، يعني الفرق هنايا كاين في الطول، الطول ديال الخيط. ازيح الجسمين بالزاويه نفسها وحررهما في ان واحد. دابا كنجر داك النواسين بجوج بهم كنطلقهم في نفس الوقت. ولاحظ شنو في نظركم غادي نلاحظ؟ اذا كنلاحظ بان داك النواسين ما غيتوقفوش في نفس الوقت، لا يتوقفان او لا يتوقف النواسان في نفس الوقت يعني النواس، شكون اللي غيتوقف هو الاول؟ النواس القصير سيتوقف هو الاول صافي. القصير هو الاول والطويل هو الثاني، صافي. دونك هادو هما المناولات، يعني هادشي ساهل بزاف، خصكم غير تركزوا شويه. ندوزو الان الى الملخص ومن بعده غادي نديرو اطبق. استخلاص، ينجز النواس البسيط حركه دورانيه تذبذبيه. لان النواس البسيط كيدير واحد الحركه دورانيه تذبذبيه. تتغير مده تارجح النواس مع طول الخيط ولا تتغير مع كتله الجسم المعلق. الكتله واخا نديرو كتله مختلفه ماشي مشكل، ولكن الخيط لا، داك الطول ديال الخيط كيختلف، يعني كيغير مدة التأرجح. إذا كان طويل كتكون مدة التأرجح طويلة، وإذا كان قصير كتكون مدة التأرجح قصيرة، صافي. دونك لو بوندول سامبل افكتو ان موفمون دو روتاسيون اوسكيلاتوار. La durée des oscillations varie avec la longueur du fil, mais pas avec la masse du corps accroché. Donc, هادشي اللي قلناه هنا بالعربية عاودناه باللغة الفرنسية هنا. أطبق. واحد، أضع علامة أمام الاقتراح الصحيح. مدة تأرجح النواس البسيط تزداد عند زيادة كتلة الجسم المعلق بالخيط. واش كتزاد إلا زدنا الكتلة ديال الجسم المعلق، ولا كتزاد عند نقصان كتلة الجسم المعلق، ولا لا تتغير عند تغيير كتلة الجسم المعلق بالخيط؟ إذن هذه واضحة، لا تتغير عند تغيير كتلة الجسم المعلق بالخيط. قلنا احنا كتغير منين كنغيروا طول ديال الخيط ماشي الكتله ديال الجسم المعلق. مزيان. كاسون دو جو مي اون كوا دوفون لا بون ريبونس. لا دوري دوسكيلاسيون دان بوندول سامبل، يعني المده ديال التارجح ديال واحد النواس بسيط، واش ايل اوغمونت لورسك لا لونغور دو فيل دو ميني، واش كتكبر مني طول ديال الخيط كيصغر، ولا كتكبر منين طول ديال الخيط كيكبر، ولا كتبقى نفسها غاست كونستانت سي لا لونغور دو فيل فاري. دونك هذا الجواب راه واضح هو هذا، يعني داك المده ديال التارجح كطول منين كيكبر داك الخيط، منين كيكون كل ما كان الخيط كبير كل ما كان مده التارجح طويل، مفهوم؟ اذا وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الحصه 8 النواس البسيط من الوحده الخامسه من كتاب المتعلم والمتعلمه من هذا النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.